السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعين عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس نقدم لكم نشرة جوية خاصة لطقس الجزائر اليوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر مارس وعشرين إذا نتوقع لأجواء متقلبة في الفترة الصباحية اليوم الأربعاء كما قلنا على المناطق الغربية والوسطى خاصة السواحل الوسطى والسواحل الغربية مع تساقط الأمطار خاصة على ولاية وهران مستغانة مشلف تيبازا إلى غاية تنس وأيضا الشلف وجزا العاصمة بومرداس تيزي وزو تصل أيضا هذه الأمطار إلى مناطق الشرقية كقسنطينة ميلا سطيف برج بور رجل بويرو. البليدة وأيضا ولاية أم البواقي تبقى الأجواء غائمة كليا على كل المناطق الغربية الوسطى وأيضا الشرقية وشمال الصحراء والوحات ومنطقة الصورة مع تساقط الأمطار من حين إلى آخر تبقى الأجواء صحوة ومشمسة على باقي المناطق الصحراوية إلى غاية أقصى الجنوب في الفترة المسائية نتوقع لتساقط الأمطار غزيرة على ولايات زيوز بجاية جيجل وإلى غاية سكيكدا أيضا مناطق ميلا سطيف بورجبار رجل بويرة وأيضا مناطق شمال المسيلة وشمال الجلفة وبعض الأمطار المتفرقة على المناطق الغربية غائمة الأجواء على المناطق الشرقية والأوراس شمال الصحراء والوحات وصافية على المناطق الجنوبية مع هبوب رياح قوية على المناطق الجنوبية الشرقية وشمال الصحراء والواحات تنتقل إلى المنطقة الصاورة والمناطق الجنوبية الغربية والمناطق الغربية ككل سرعة الرياح كأقصى حد تتجاوز الخمسين كيلومتر في الساعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته